عسلام. عسلام. سبا. الحمد لله. أنت توا قاعد تسمع في آراء شباب على نظرتهم للبلاد اللي كلهم يحبوا على الهجرة. الهجرة يحبوا. أي فوالا، احنا توا نحبوا ننصحوهم ونحبوا نفسروا لهم اللي هي نظرتهم غالطة نوعا ما. هي أولا تبدأ يلزم الوالدين يبدأوهما وقت يتولد ويتربى كل شيء يعلموه اللي هم يحبوا بلادهم، ومعناتها يحبوا بلادهم ويقراوا ويخدموا على رواحهم. وثاني حاجة لازم الحكومة تشجعهم خاصة الشباب باش يحل مشاريع كما الخارج، معناتها أكثرتهم 80% الشباب يشجعوا فيهم اللي يعطيهم قرض باش يحل مشروع ولا باش يقرا ولا باش يعمل أي حاجة ولا في الفلاحة ولا حاجة. يمولوا لهم مشاريع يعني. اي معناتها يشجعوهم كي يمولوا المشاريع. تو كيما مثلا اللي تكلم عليها سي قيس سعيد على خذي 147 هكتار قداش ب 25 مليون كراء، في عوضها الراجل اعمال، في عوضها الهكتارات هكوما شجعوا بيهم اعطوهم للشباب وكراوه لهم راهم يخرج حتى حد. وثاني حاجه راهي هي برشا شباب يسخلاها الغربة سهلة، أما هي صعيبة والله العظيم صعيبة. على الناس تمشي غادي كايا معناتها يعيدوا من غير ربوهم ووالديهم، ومعناتها الغربة صعيبة برشا مش كما يتصوراها، خاصة حتى ولو كان عندك إنسان غادي كايا والفاميلة تبقى غربة صعيبة. من الأحسن أول ما الوالدين هما اللي يشجعوا أولادهم باش يحبوا بلادهم، وزيد الحكومة تعمل لهم تعاونهم، تعمل لهم مشاريع، معناتها تعاونهم في القراية كما في عهد بورقيبة وفي عهد بن علي. أما العشر سنين التالي يعني لا نحب الأحزاب ولا حتى شيء، أما شفت العشر سنين التالي فهمت لي ما عملوا حتى شيء. معناتها بالنسبة لياني الحمد لله، معناتها من الحمد لله عايش البرة وكل شيء والحمد لله وكل شيء. أما كيف را بلادي كاكا، معناتك إن مثلا كيف را الشوارع متاع هولندا ولا متاع فرنسا، راهم الشوارع غادي كاكا، ورا الشوارع متاعنا والكياسات قلبي يوجعني. أنت وين كنت عايش؟ أنا عايش في هولندا، ما نمشي ونجي. في هولندا معناتها نمشي ونجي ومكون ولا بس الحمد لله. كي مشيت لهولندا معناتها نعرف كي مشيت لهولندا وجيت الفرق اللي يعني اكيد هي في كل بلاد تختلف على اي بلاد اخرى، وهو حتى يعني في كل ولايه، هنا في تونس يعني كل ولايه تختلف على ولايات اخرى من تونس. نحب نعرف الحاجات اللي مخليه مثلا هولندا نظيفه قوانين نتاعها. هولندا بعد الحرب العالميه الثانيه ما عندهم شيء، ما كانت ما عندها حتى شيء بعد الحرب العالميه الثانيه، كانوا فقارة اولادها كونها معناتها يقراوا يخدموا، ما فماش سرقه، معناتها ما فماش اللي يجي غادي كي يعبي المليارات ويهرب، ما فماش. هي هولندا لا عندها لا بترول لا عندها لا غاز، ما عندها حتى شيء، واحنا عندنا الثورات الكل. اما المشكله احنا يسرقوا ويخرجوا الفلوس لبرا، مش عارف علاش. يعني تو اني بالنسبه لي يعني او نخدم بعرق جبيني غادي كاي وكل شيء، يعني فلوسي ندخلها لتونس، نشري بها عقارات وندخلها لتونس، فهمتي ولا باس الحمد لله. مش عارف علاش العباد اكل رجال الاعمال يخرجوا فلوسهم لبرا، فعوض يخليوها يردوها بلادهم باهيه مزيانه وكياسات باهين، وعلاش اكل رجال الاعمال اللي يخدموا في الكياسات يغشوا. كيفاش يغشوا؟ أه؟ كيفاش يغشوا معناتها الكياس ما يقراوش حسابه معناتها على 30 عام 40 عام، يقراوا حساب نتاع 5 سنين. هذيك على خاطر الصفقه تو سامبلومون صفقه نتاع رفكه. لا 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 ترافيك يعني خاطر مثلا فما غشه يعني ياخذ صفقه مثلا بمليارات ياخذ صفقه بمليارات يعدي على اساس الكيس هذاك يتكلف مثلا مليار، هذا مش نحكي فيه من كلامي انا، هذا كلامي تحكي، يمشي يخلي البارتي هذيك نتاع الفلوس مثلا كما نقولوا يقسموها ويخدموا مثلا 500 مليون. اي مش غشه مش سرقه هكا. انا قلت لك هذاك علاش معناها اي غشه، اما كان ينحيوها هكا تولي البلاد لاباس عليها، ويتحب لها البلاد على الاقل كان يشد سي قيس سعيد تحب لها 5 سنين باش تولي لاباس عليها.
فهمتني؟ تحب على الاقل 5 سنين. هم الغشة من السابقة، وعلاش هي احنا ديما مثلا تطلع في اي بلاصة، مثلا في تاكسي، ما نحكيش على رجال الاعمال، في تاكسي ولا في حاجة كل شيء ولا اي حاجة، ماذا بيهم ديما يغشوا؟ اللي ما يغشش ب100 يغش ب1000، ولا ما يغش ب1000 يغش بمليون، ولا ما يغش مليون يغش بمليار، ما عند الكل كي يحبوا يسرقوا ويخطفوا. علاش؟ مش عارف، انا ما فهمتهاش الحكايه كي، مش مانيش فاهمها توي كي. يمكن على خاطر حكايه ولا تمشي في الدم. اي ماشي في الدم توي، يعني بجودي كل وقت الروع نخلص الزبله والخروبه نتاعي، ونخلص الامور نتاعي قانونيه وكل شيء. علاش العباد ما تعملش كيكه؟ معناتها علاش يحبوا على الفلوس برشا برشا برشا؟ شيزوه معاه نهار اخر، هو تو فماش حد هز معاه، يلم المليارات المليارات المليارات، يهز معاه حتى حد. مات حد وهز معاه؟ حتى شيء، يهز معاه كان فعله. يدوم حتى شيء، يهز معاه كان فعله. واني كانسان والله العظيم صدقني يعني مع الزوالي، ونحب الزوالي، كيف راه البلاد غادي كي اوروبا كيفاش ولات، وراه شوارعني وكيس قلبي يوجعني، وكيفاش غادي كي الحاكم والحكومه والمسؤولين كيفاش يتعاملوا مع الشعب، زاد قلبي يوجعني. يعطيوك قدرك واحترامك في كل شيء، وما فهم تو تمشي انت هنيكايه تطلع ورقه، يحبوا في اي بلاصه ديما يحبوا الرشوه، يحبوا الرشوه، يحبوا الرشوه، اش فما؟ وينش توصل في اي بلاصه؟ وغادي كما فماش الحكايه هذه الرشوه. احنا لهنا يقول لك افرش باش تلقى ما تتغطى. ايه عدو ماشي في الدم، هي ماشي في الدم، يلزم تتنحى هذه، يلزمها تتنحى. صحيح ولا يعني ساعات ولا ساعات يعني نقول بالكش من القش، كيف نبدا نحكي هيك ساعات نقول ما شكون يفهمني؟ يفهمنيش، يقول لك ندبر في راسي. معناتها كيفاش يقولها؟ الاحرام ردوا حلال، ولا يمشي معناتها كيف ما بداش، تبداش انسان خبيث يقول لك هذا ما يعديش روحه. معناتها الناس كل كي ولد تحب الرشوه وتحب يسرق ويحب يخطف، الى متى؟ ما نحكي لكش على اكثرتها، معناتها 90% في التوانسه كلهم، معناتها كان جيب دهان حتى شي دهن لك وكل شيء، ماذا بيه يعرف حقه حتى 200 دينار 300 دينار يقول لك 400 500 برا، يقول لك وكان سكت يقول لك انا عديت عليه. باي تعمل دي الغشه موجوده هنيك، لازم تتنحى. هي ماشيه في الدم، ماشيه في الدم، لازم تتنحى. لازم وقت العبد الصغير يتولد وكل شيء يعلمه يحب بلادك، وراهي الغشه مش باهيه، ويلزم تاخذ حقك، ويجي نهار وتاخذ نتاعك. فهمت لي؟ تو يعني ما كونتش عمري 20 عام ولا 35 عام، ما تبعتش، كان جيت تبعتك الغشه والواحد، راني ملتي ملياردير في هولندا، مشيت عام التسعينات. اما يعني مشيت غاد قريت وتبعت الخدمه الباهيه وتبعت الحلال، او لاباس الحمد لله، معناتها الحمد لله، معناتها مكونين وشارين العقارات وكل شيء، ومخلص وزاد مخلصين الزبله والغروبه كيما القانون تاع تونس. يعطيك الصحه. ميرسي.